أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على درب حسام الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله بخير. كيف كانت الإجازة؟ اليوم إن شاء الله اقتربنا من أن ترسو سفينتنا في مساق المحاسبة الإدارية إلى شاطئ الأمان. اليوم حنبدأ مع بعض في آخر فصل في هذه المادة اللي هو PSC اللي هو بطاقة قياس الأداء المتوازن. ما المقصود ببطاقة الأداء المتوازن؟ PSC Balances متوازن، C Sore اللي هو الأداء، طبعا بطاقة اللي هي الكارت. فخذي بالك الأس تسبق السي وليس العكس، إذا PSC. في عندنا مقدمة بحكينا PSC، طبعا هي امتداد للي اخذناه في الفصول السابقه من تقارير الاداء والاداره اللامركزيه ومحاسبه المسؤوليه. هي اسلوب جديد في تقييم الاداء تسمى بطاقه الاداء المتوازن. تاخذ بعين الاعتبار، خذي بالك، تاخذ بعين الاعتبار التوازن بينه. اذا بطاقه اداء متوازن وتوازن، التوازن بين واحد النتائج الماليه والنمو. اذا الماليه زائد النمو، هذا واحد. اثنين، التوازن بين الأجل القصير والطويل، إذا الأجل القصير والطويل. ثلاثة، التوازن بين التكتيك والاستراتيجية. التكتيك اللي هو التنفيذ يعني، إذا التوازن بين التكتيك والاستراتيجية. إذا بطاقة الأداء المتوازن عبارة عن بطاقة تحقق توازن بين ثلاث شغلات: الأداء المالي ونموه، الخطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، أو الإنجازات القصيرة طويلة الأجل. آخر حاجة بين التكتيك اللي هو التنفيذ والاستراتيجية، هذه بنسميها بطاقة الأداء المتوازن. طبعا هي جديدة فقط في 96، يعني تقريبا قبل 20 سنة فقط. أصحابها اللي هم كابلان ونورتن هم اللي قدموا لنا إياها بأبعادها الأربعة اللي هيجوا كمان شوية. إذا عبارة عن تحقيق توازن بين النمو والإدارة المالية، الأجل الطويل والأجل القصير، التكتيك والاستراتيجية. أصحابها كابلان ونورتن أو نورتن نفس القصة. طب لو نتعرف عليها، هي أسلوب، هي مش هو على فكرة، هي بطاقة، هي عبارة عن أسلوب حديث ومتكامل تعمل على دمج التصور المالي مع باقي وظائف المؤسسة اللي هي التسوق، التشغيل، الإنتاج، الموارد البشرية، حتى نضمن حقق ايش الاستراتيجية. لانه واضح انه هناك علاقة وثيقة بين PSC والاستراتيجيات، في علاقة وثيقة بين الاثنين. طبعا لما نحكي عن خطط لازم نحكي عن رقابة، لما احكي عن خطة لازم احكي عن ايش؟ عن رقابة. اذا لما نعمل الخطة بنراقب عليها، بنحقق اهدافنا وبنطور ادائنا. إذا ببساطة أسلوب PSC عبارة عن أسلوب حديث ومتكامل بدمج بين التصور المالي ووظائف المشروع اللي هي السوق، تشغيل، إنتاج، الموارد البشرية، عشان نحقق الاستراتيجيات بتاعت المؤسسة. ومن هان اكتشفنا أن هناك علاقة وثيقة بين الاستراتيجيات والPSC. لحتى أنجح في تنفيذ الاستراتيجية بتاعتي لازم أراقب عليها وأطور أهدافي وأقيم الأداء. ماذا قالوا أيضا عن PSC؟ حاجة بسيطة، هي نظام إداري. إيش يعني نظام يا أخوات؟ أيوة ممتاز، مدخلات، عمليات، مخرجات، هذا نظام. لكن بخصوص الإدارة، هدفه مساعدة المنشأ في ترجمة الرؤية، طبعا والرسالة والاستراتيجية إلى أهداف وقياسات استراتيجية مترابطة. إذن ببساطة ترجمة الفيجن والميجن والاستراتيجيات الى اهداف وقياسات. هذا ايش بنسميها؟ بنسميها PSC. كيف PSC؟ بحكي لنا بطلنا زي زمان بس نعمل تقرير مالي زي ما اخذنا المحاضره الماضيه. لا، هناك اصبح طرق اخرى لتقييم عمل مؤسسه. واحد، تقارير الأداء. اثنين، PSC. إذا هي نظام إداري
يعمل على ترجمة أهدافنا رؤيتنا أو عفوا رؤيتنا رسائلنا استراتيجيتنا إلى أهداف وقياس. لم نعد كما في السابق نعتمد على تقارير الأداء في تقييم المؤسسة وتقييم أدائها، بل أصبحنا أيضا نعتمد على بطاقة الأداء المتوازن اللي هي PSC. بعض العلماء حكوا أنه هي عبارة عن أول عمل نظامي حاولنا فيه نفس الحكي، طبعا نصمم فيه نظام تقييم الأداء نربط بين تقييم الأداء للاستراتيجيات الأهداف بتاعت إيش المؤسسة، ونبذل قصارى جهدنا للتحسين المستمر. ركزت الـ PSC على مجموعة من الأبعاد، على مجموعة من إيش الأبعاد. نشوف مع بعض إيش الأبعاد هذه. قبل ما نبدأ في الأبعاد، في أي سؤال في الكلام اللي نشرح؟ خلينا نراجع مع بعض. إذن الـ PSC عبارة عن بطاقة أداء متوازنة، هذا رقم واحد، وازنت بين ثلاث أمور، بين النتائج المالية والنمو، هذا رقم واحد، بين الإنجاز قصير الأجل وطويل الأجل، رقم اثنين، رقم ثلاثة بين الخطط التنفيذية والاستراتيجية. أصحابها كابلان ونورتون في 1996 نشروا الفكرة بتاعتهم اللي هي PSC، عبارة عن بطاقة زي ما حنصممها مع بعض كمان شوي. أيضا هي نظام إداري يقوم على ترجمة الرسالة الرؤية الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للقياس. لم نعد نعتمد في تقييم الأداء المؤسسات فقط على تقارير الأداء اللي نبعتها من الإدارة السفلى للإدارة الوسطى ومن الوسطى العليا، لا، أصبحنا من ممكن الاعتماد على PSC في عملية تقييم الأداء ومعرفة هل المؤسسات ناجحة أم فاشلة. أيضا في علاقة وثيقة بين الأداء المالي للمؤسسة وبين علاقة وضعها في السوق، وضعها الإنتاجي، وضع أفرادها زي ما حنشوف إن شاء الله. توقفنا عند إنه PSC في إلها نوعين من الأبعاد، أبعاد رئيسية 4 وأبعاد أخرى. فبدي أخذ بالي من السؤال، أذكر الأبعاد الرئيسية لبطاقة الأداء المتوازن هيهم 1، 2، 3، 4، وفي عنا أبعاد فرعية أو أبعاد ليست رئيسية. نشوف مع بعض الأبعاد الرئيسية: بعد الموظفين، البعد المالي، بعد الزبائن، بعد العمليات. هو هذا كبة سلسل. احنا لما شرحنا قلنا انه هي اول حاجة اخذناها في هذه الفصل انه بوازي بين الاداء المالي وبين النمو، فبيكون البعد المالي رقم واحد. البعد المالي بنحكي فيه عن الارباح، هذا اهم شغلة في المؤسسة القطاع الخاص. عشان يكون عندنا بعد مالي وارباح لازم يكون عندنا زبائن، اذا هي رقم اثنين. اذا في التسلسل البعد المالي بنزل منه سهم الزبائن. السهم هذا يا اخوات معناه يعتمد على، اذا البعد المالي يعتمد على بعد الزبائن، بعد الزبائن الزبائن عفوا يعتمد على العمليات الداخلية اللي هي المؤسسة من الداخل. عشان المؤسسة من الداخل تنجح لازم يكون عندها بعد ايش العملي. اذا واحد بيعتمد على الثاني. الآن بطاقة الهوية بكون فيها الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، مكان الميلاد ومكان الإصدار. مينفعش أقول هذه هوية وهم مش موجودين. نفس القصة PSC، أربع شغلات رئيسية بيعتمدوا على بعض. عشان يكون عندي أرباح لازم يكون عندي زباين مستهلكين، عشان يكون عندنا مستهلكين لازم يكون عندنا عمليات داخلية للمؤسسة، زي مثلا الجامعة بتقدم خدمات تعليمية. طيب عشان يكون عندنا عمليات داخلية، العنصر الأساسي والجوهري فيها اللي هو الموظف، اللي هم ايش العاملين. إذا عندنا أربع أبعاد رئيسية للـ PSC: مال، زبون، عمليات، عاملي. عشان يكون عندي أرباح لازم يكون عندنا زبائن يجوا يشتروا، عشان يكون عندنا الزبائن لازم يكون عندي حاجة أنا بقدمها كمؤسسة، إما خدمة أو سلعة أو الاثنين. ثلاثة، لازم عشان نقدم السلعة أو الخدمة بجودة عالية لازم يكون عندنا عاملين مهر. في عندنا غير الأبعاد الرئيسية أبعاد أخرى، أبعاد أخرى نشوفها مع بعض. مين حاب يشارك؟ تفضلي.
أيوة، أول حاجة البعد الزمني. عمليات قياس الأداء لها 3 أبعاد، خدي بالك، إما 1، 2، 3، إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ماضي، حاضر، مستقبل، هدول إحنا وين بنلاقيهم؟ بنلاقيهم في التخطيط. إذا خدي بالك، عشان أخطط لازم يكون عندي ماضي وحاضر ومستقبل. إذا البعد الأول سميناه البعد الزمني لأنه مرتبط بالتايم أو مرتبط بالزمن. إذا ماضي، حاضر، مستقبل، سجليها عندك لو سمحتي. 2، البعد المالي وغير المالي. بحكي لي تراقب النسب الرئيسية المالية وغير المالية بصورة متواصلة. غير المالية اللي هي الوصفية، المالية اللي هي طبعا الكمية. إذا برضو ممكن أنا أطبق بطاقة الأداء المتوازنة على البعد مالي أو وصفي، مش شرط تكون عندي أرقام. 3، البعد الاستراتيجي. البعد الاستراتيجي تهتم عمليات قياس الأداء اللي هي BSC بربط التحكم التشغيلي قصير الأجل برؤية المؤسسة واستراتيجيتها. الرؤية، الرسالة الاستراتيجية، هذه بتكون طويلة الأجل. طويلة إيش؟ الأجل. TGPSC تربطها مع قصيرة الأجل. إذا بصير عملية ربط بين الاستراتيجية والرؤية والرسالة والأهداف وما بين خططنا قصيرة الأجل. آخر حاجة البعد البيئي، وهو من الأبعاد الأخرى. تهتم عملية PSC بكل من الأطراف الداخلية والخارجية. هذه يا أخوات سجلوا عندها سوات. عارفين ايش معنى سوات؟ ايوه، ممتاز، اللي هو التحليل الاستراتيجي. تحليل ايش؟ الاستراتيجي، نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتحديات الخارجية. اذا ايش الابعاد الاخرى اللي مش رئيسية في PSC؟ البعد الزمني ويشمل الماضي، الحاضر، المستقبل. البعد الكمي والوصفي، حكينا ممكن بطاقة الاداء المتوازن تغطي جانب رقم، ممكن لا عادي. رقم 3، البعد الاستراتيجي، وهي عملية ربط بين الرؤية والرسالة الاستراتيجية بين الخطط قصيرة الأجل. آخر حاجة البعد البيئي، قلنا عنه سوات، قياس الأداء داخل المؤسسة وخارجها. داخلها نقاط القوة ونقاط الضعف، خارجها الفرص والتحديات زي ما درستوا قبل هيك في مادة أخرى. إذا نراجع مع بعض الأبعاد الرئيسية. 1، البعد المالي، أيوة، ممتاز. 2، بعد المستهلكين أو الزبائن أو العملاء، نفس القصة. 3، بعد العمليات الداخلية. 4، بعد العاملين. الأربعة هذولا علاقتهم مع بعض علاقة اعتماد. إيش يعني علاقة اعتماد؟ يعني البعد المالي اللي هو الأرباح بيعتمد على وجود زبائن. وجود زبائن بيعتمد على السلع والخدمات اللي أنا بقدمها، اللي هي العمليات الداخلية. نجاحي في السلع والخدمات والعمليات الداخلية بتعتمد على رضا الموظفين أو العاملين. بعد هيك أخذنا بعد أخرى مش هذه الرئيسية، اللي هي واحدة تانية، الزمني، المالي وغير المالي، الاستراتيجي، والبعد البيئي. سؤال، وممكن هذا السؤال يجينا وحنرسم مع بعض. وضحي بالرسم الشكل العام للPSC. لنش السؤال مرة تانية، وضحي بالرسم الشكل العام للPSC. هاي مرسومة واضحة، بس احنا انا وياكم الان حنرسمها مرة تانية. اذا انا وياكم حنرسمها مرة تانية لحتى نتعلم او نتمرن على رسم بطاقة الاداء المتوازن. يلا نرسم سوا، وياريت كل طالبة ترسم معي. من اسمها يا اخوات بطاقة، لأن أول حاجة هنرسمها مع بعض اللي هي البطاقة. هاي بطاقة، بس أنا هكبرها عشان السبورة وعشان نشوف. هاي بطاقة بعملها كبيرة زي الكرت تبع الهوية، بطاقة بنك، بطاقتك في الجامعة، PSC. ماشي، PSC هقسمها لأربع أبعاد اللي هي الرئيسية لتو. ممتاز، 1، 2، هاي 4.
واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا عندنا إيش؟ عندنا أربع أبعاد. خدي بالك من الرسم. نكتب في الهوية الاسم، اسم فلان، رقم هويته. نفس القصة في بطاقة لدائن متوازن. عندنا أول حاجة البعد المالي، بعد العملاء اللي هم الزبائن السالكين، بعد العمليات الداخلية، بعد العاملين. إذا زي هاي بطاقة هويتي بتكون صغيرة، الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، وبنكتب نفس القصة هاي. نمسك واحدة واحدة ونكتب عنها. طبعا هستخدم اللون الأزرق للأسهم. البعد المالي بيشمل شغلتين يا أخوات. البعد المالي يشمل شغلتين، واحد اثنين. ايش الشغلات اللي بحكم منها عن نجاح مالية المؤسسة؟ نمو الدخل، الربحية. اذا الحاجات اللي بتخليني اعرف ان المؤسسة هذه وضعها المالي منيح او ممتاز اللي هو نمو الدخل وايش؟ والربحية. طبعا الاثنين هذول مترابطين في بعض. الاثنين هذول مترابطين في ايش؟ في بعض. اذا نمو الدخل والربحية مربوطين في بعض. اعيدها. اذا دخل ربحية مالي على طول. اعيد. اذا كتبت في اليمين في البطاقة عند الاسم اللي هو البعد المالي نمو الدخل والربحية. كل ما زاد ارباحنا كل ما كان تقييمنا عالي، والعكس صحيح. كل ما زادت درجاتك كل ما كان وضعك افضل، والعكس. البعد الثاني اللي هو البعد العملاء، عشان يا اخوات تو لسه حكينا العلاقه بينهم هذول الاربع الحمر علاقه اعتماديه. عشان ربحيه تزيد ودخل تزيد لازم يكون عندنا ولاء. العميل تبعي يكون عنده ولاء. عشان العميل يصير عنده ولاء لازم يكون عنده رضا. اذا عشان يصير ولاء بيكون عندي ايش؟ بيكون عندي رضا. طب وقت ايش العميل برضى؟ لما تكون عندنا قيمة الخدمات المقدمة. إذن بالعكس، إذا كانت خدماتنا ممتازة المستهلك حيرضى. لما المستهلك يرضى حيصير عنده ولاء للسلعة أو المؤسسة. لما الولاء يصير أرباحنا ودخلنا بيزيد. طب شو معنى الولاء؟ الولاء له ثلاث نقاط، خذي بالك اللي هو الشرح تبعها. الحفاظ على الكاستمر، سي معناها كاستمر، نحافظ عليه، تكرار الشراء، يضل رايح جاي على نفس محلنا، اخر حاجه الرعايه. اذا متى يصبح للعميل ولاء؟ ثلاث شغلات، نحافظ على الكاستمر تبعنا، تكرار زيارته إلنا رايح جاي زبون، اخر حاجه الرعايه المقدمه. رضا العميل وقيمة الخدمات المقدمة ببساطة تقديم سلع وخدمات بجودة عالية. إذا أنت قدمت سلع وخدمات بجودة عالية فالعميل حيجي عليك. جودة رديئة مش حيرجع، غش خيانة مش حيرجع، خلص. بدل العميل ما رجعش معناها هو مش راضي، معناها فيش ولاء، معناها فيش أرباح، فيش دخل. انتهت المؤسسة. أداءها سيء. ليش أداءها سيء؟ لأنه الجودة سيئة. فلازم ناخد بالنا. اتأملوا فيها لو سمحتوا. اتأملوا فيها. كيف بتعتمد على بعض؟ أكمل ولا أعيد؟ البعد الثالث عندنا اللي هو بعد العمليات الداخلية. المؤسسة من الداخل. جودة الخدمات المقدمة. المؤسسة من الداخل. المؤسسة من الداخل في عندها أربع شغلات. تصميم مكان العمل.
هل المكان اللي بشتغل فيه مريح مش مريح؟ تصميم الوظائف، حوافز، هذه حوافز تنمية الموظف، تنمية له التدريب. إذا لحتى يصير عندنا جودة عالية في الخدمات من داخل المؤسسة، لازم يكون عندنا مكان العمل ملائم مناسب سهل الوصول، تصميم الوظائف اللي بتأدي الخدمة، الموظفين بدهم حوافز، الموظفين بدهم تنمية. المقصود بالتنمية اللي هو إيش؟ التدريب. آخر بعد عندنا، مش بعد، آخر بعد اللي هو العاملين. هاي العاملين، العاملين عندنا نقطتين: الحفاظ عليهم، عمين على العاملين. إذا أحافظ على الموظفين وإنتاجية، المحافظة عليهم يضلهم معايا، عشان الموظف يضل معايا لازم أشعر بالرضا، ياخذ حقوقه، مرتباته، ظروف عمله تكون مناسبة. الإنتاجية اللي هي جودة الأداء، هل الموظف بيشتغل وبقدم شغل بجودة عالية ولا أي كلام؟ أي كلام معناها مشكلة. الاثنين سوا، هذه معلش خذي بالك من الأسهم، الاثنين هذولا ماشي ينجم عنده مرضى العامل. إذا نعيد مع بعض تاني، يلا نعيد. معلش بس في سهم من هان، إنه العمليات الداخلية بجودة عالية معناها زيادة إيش؟ زيادة الأرباح. في سهم هان، نعيد. واحد، لحتى تحقق المؤسسة النجاح والتقدم أو التميز، في عندها بعد مالي اللي هو الربح، اللي هو إيش؟ الربح. الربح من وين بيجي؟ من العملاء اللي هم الزباين. إيش بيجذب العملاء؟ اللي هو جودة الخدمات وحسن المعاملة. من أين تأتي جودة الخدمات وحسن المعاملة والعمل الجيد؟ بيجينا من العاملين. طب العامل ايش بده؟ لازم يكون عنده رضا. من اين ياتي رضا الموظف؟ من الحفاظ عليه، اخذ حقوقه ومرتباته واجازاته، ومن جودة عمله. الجودة تاعت العمال بتيجي من الكفاءة والمهارة في العمل. اعيدها تاني بس بشكل معاكس. عندنا موظفين في احدى المؤسسات يشعرون بالرضا. متى يشعر الموظف بالرضا؟ في حالتين: إذا حصل على حقوقه كاملة والحوافز، فبشعر إن المؤسسة محافظة عليه. الموظف اللي عنده أو العامل اللي عنده مهارات عالية بيؤدي لوجود إنتاجية اللي هي الجودة عالية. في الحالة هذه يشعر الموظف بالرضا، ماشي؟ يشعر الموظف بالرضا. إذا شعر الموظف بالرضا حيقدم سلعة وخدمات بجودة عالية. يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هيقدم شغل متقن. طب عشان يكون الشغل متقن وهو راضي، مكان العمل لازم يكون مناسب. مثلا لو إحنا في مستشفى بنعمل بطاقة الأداء المتوازن لمستشفى، مكان العمل لازم يكون متوافر، يعني الأجهزة وملائم الأجهزة والأدوات لازم تكون مطلوبة، المكان صحي، الوظائف مصممة بشكل مريح وله علاقة بالشغل، في حوافز وفي تدريب للموظفين. إذا قدمنا جودة للسلع والخدمات عالية، هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى رضا العميل. متى يشعر العميل بالرضا؟ إذا حصل على سلع وخدمات بجودة عالية ما كانش فيه غش. رضا العميل بترتب عليه الولاء. لما يصير عندنا ولاء معناها حيصير عندنا زيادة مين؟ الربح. المؤسسة اللي أرباحها بتزيد معناها أدائها عالي، أدائها متميز، تستطيع المنافسة وتستطيع البقاء في السوق. والعكس، المؤسسة أرباحها منخفضة معناها لا هي قادرة تنافس ولا قادرة تقدم أي حاجة جديدة للمستهلكين.
إذا البطاقة اللي رسمناها سوا وتعلمنا مع بعض كيف بنرسمها وشفنا قديش سهلة بنسميها بطاقة الأداء المتوازن. إذا ببدأ من المالية بنتهي بالموظفين، بينهم مستهلكين وعمليات داخلية. وخدي بالك العنصر الهام في بطاقة الأداء المتوازن اللي هم هدول، اللي هو الإنسان، سواء كان الزبون أو العامل. إذا الزبون شعر بالسخط انهارت المؤسسة، ببطل يجينا، فيش رضا، فيش أرباح، سكر المؤسسة. إذا العامل ما كانش عنده رضا ولا مرتاح في شغله، هتبدأ القدرات العالية والخبرات المهمة جدا عندي في المؤسسة تتسرب، يعني تخرج. هتبدأ شوية شوية الجودة تقل، تبدأ الزبائن تعبر عن سخطها، أرباحي بتقل، انتهت المؤسسة. إذا من أعلى لأسفل القاعدة تبعت بطاقة الأداء المتوازن الإنسان اللي هو العامل، بعدين العمليات اللي بيقوم فيها الإنسان، بعدين المستهلك اللي هو الإنسان، بعدين تحقيق أرباح ودخل. إذا سبب الجوهر تحقيق الأرباح والدخل هو الإنسان، سواء كان مستهلك، سواء كان موظف يشعر بالرضا، وموظف يقدم خدمات إنتاجية عالية. واضحة ولا أعيدها؟ أعيدها تاني؟ أعيدها؟ إذا أخذنا مع بعض مثال كيف أنا ممكن أصمم بطاقة الأداء المتوازن. طبعا في عنا أشياء أساسية بتضلها في البطاقة ما بتتغيرش، اللي هم العناوين هذه اللون أحمر، وفي منا شغلات أنا بغيرها حسب طبيعة عمل المؤسسة. لما أعمل بطاقة أداء متوازن للجامعة غير لما أعمل بطاقة عمل متوازن لمستشفى، ولما نعمل بطاقة أداء متوازن لمستشفى غير لما أعملها لبنك، وهكذا. لما نعملها لقطاع خدمي غير لقطاع خاص. إذا بطاقة الأداء المتوازن تختلف حسب اختلاف نوعية المؤسسة وحسب اختلاف خدماتها المقدمة. في أي سؤال؟ توقع سهلة مش صعبة. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ المحاضرة القادمة إن شاء الله حنتعلم مع بعض كيف نصمم PSC.